السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وعلى بيته انك حميد مجيد. اما بعد، المنظر ده رجاله كده ما ينفعش. انت ظهرك تعبان؟ سند ليه؟ تعال. الرجاله اللي ورا الركن البعيد الهادي اللي ورا دهوت، البشوات اللي قاعدين سندين اللي ظهره مش تعبان ما يسندش. يلا قدام، يلا حبيب قلبي، يلا كده. لو بصت علينا ثوب لو وسعها، الرجاله اللي في اقصى، اتفضل. دارك تعبان؟ متأكد؟ ماشي. طيب يلا يا اخواني. ايوه كده، يا سلام. والله العظيم تحس بالرحمة يا اخي لما الاخوة بتتقارب من بعض كده، والدنيا بتتقارب من بعض، تحس بالرحمة. تقاربوا يا اخواني، تقاربوا كده وتمسوا، تراحموا. لما الاجساد تتقارب القلوب بتتقارب باذن الله سبحانه وتعالى. يعني بصوا يا اخواني، عشان ان شاء الله باذن الله نوصل الرسالة سريعا. يعني واساسا الرسالة اللي هنتكلم عنها النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى محتاجة تركيز شوية، لان انا شايف ان هي في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. انا مش عايز اي حد فينا يبقى عامل زي جحا. عارفين جحا؟ جحا رايح يشتري حاجة من محل، فلقى الناس كلها زحمة على المحل جدا، متكربسة على المحل، فلما عم يجي دوره هيعدي وقت طويل، ففكر انه يكذب عشان يدخل. فقال لهم يا ناس، قالوا له ايه يا جحا؟ قال لهم الشارع اللي ورانا ده في واحد بيوزع فلوس، اللي بيدخل بيديله فلوس كده، بيدي فلوس للناس كده لوجه الله. الناس كلها سابت المحل وعملت ايه؟ طلعت تجري، ولقى جحا المحل بقى ما فيش فيه غير مين؟ غير هو لوحده، وكل الناس طلعت تجري. فجحا بص كده لقى نفسه لوحده، قال ايه ده؟ بقى كل الناس دي غلط وانا اللي صح، لا يمكن. وقام طالع يجري وراهم، وهو اللي مطلع الكذب اصلا. اوعى تعمل زي جحا، اوعى تتهز لما تلاقي نفسك لوحدك، اوعى تتهز لما تلاقي الناس كلها ضدك، اوعى تتهز لما تلاقوا كتير من المجتمع الوقتي يعني احواله عكس احوال السنه وعكس احوال الالتزام، اوعى تتهز لما تلاقي الاعلام الوقتي كله ضدك، اوعى تتهز لما تلاقي 28 قناه برامج توك شو ليل نهار كلها بتحارب في السنه، اوعى تتهز. اوعى تفقد الثقه في منهجك، اوعى تفقد الثقه في طريقك، اوعى تفقد الثقه في طريق السنه اللي انت ماشي عليه، اوعى تفقد الثقه لما تلاقي الاحداث السياسيه الضخمه وتدخل على الفيسبوك تلاقي الشباب والبنات والاخوه والاخوات كله قاعد يتكلم ويضيع عمره، كله قاعد يتكلم كلام ما بيوصلش لاي حاجه الا من رحم الله. اوعى ساعتها تتهز وتنسى ان الدعوة هي الحل الحقيقي، وتنسى ان التربية هي الحل الحقيقي، وتنسى ان الالتفاف حوالين العلماء والوجود في بيئة الايمان اللي احنا بنحاول نعملها الوقت هي الحل الحقيقي. اوعى تتهز في طريقك، اوعى تتهز في منهجك. الآية اللي احنا عايزين نعيش معاها النهاردة يا اخواني، وركزوا معايا في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على الحرف، ومن الاخوة من يعبد الله على حرف، ومن الاخوات من تعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف. يعني ايه حرف يا جماعة؟ المعنى المشهور عندنا كلنا اللي هو حرف الجبل، او حرف على برج عالي كده، الحرف بتاع السور بتاع سطح برج عالي، فاقل زقة توقعه. المعنى المشهور عندنا الانسان المذبذب، الانسان الشاكك، الانسان المتردد. ولكن سبحان الله العظيم، ذكر الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وذكر شيخ مخلوف في تفسيره الكبير، ذكروا معنى في غاية الخطورة يا اخواني. قال لك الحرف هو طرف الجيش. هو طرف الايه؟ طرف الجيش. قال لك ان في ناس كده تقوم ساعة ما يبقى في معركة تقف على الطرف، فلو الجيش انتصر يبقوا ايه؟ يبقوا جواه، ما احنا حاربنا معاك. ولو الجيش اتهزم يعرفوا يهربوا، يبقى فيه. اوعى. عشان كده ربنا بيقول لك في الاول: ومن الناس من ايه؟ يعبد الله. يعبد ضمير مضارع مستمر، ده زمن مضارع مستمر. يعني في، يعني الراجل ده بيعبد ربنا ومستمر في العباده، ولكن المصيبه انه عازل نفسه، المصيبه انها عازله نفسها عن بيئه الايمان، المصيبه. يعني الوقت اخ قاعد في المسجد برضه بس لوحده بيعبد ربنا، بيعبد الله على حرف. الوقت اخ شغال في الدعوه بس لوحده مش وسط بيئه ايمان بيدعو الى الله على حرف.
الوقت اخ بيطلب علم بس لوحده، بيطلب علم على حرف. اوعى تبقى لوحدك في دين ربنا، اوعى تعزل نفسك. خطة الشيطان انه يعزلك وبعد كده يضربك، خطة الشيطان انه يعزلك عن اخوانك، عن الدعاء، عن الدروس الايمانية، عن جو الدين باي حجة وبعد كده يضربك. ومن الناس من يعبد الله بس على حرف، يعني عازل نفسه، مطرف نفسه، مش عايز يدخل، عايز يبقى الدين له خط احمر في حياته، مش عايز يدخل لاخر مدى الالتزام، مش عايز يزرع نفسه جوه اخوانه، مش عايز يزرع نفسه في بيئة الايمان. اخواني في الله، بدون بيئة الايمان عمرك ما توصل لحاجة، بدون ما تبقى وسط اخوانك عمرك ما توصل لحاجة. انت لو قاعد في المسجد دلوقتي نفس القعدة اللي انت قاعدها دي بس لوحدك، حلو، خد ثواب. ولكن القعدة دي، الجمع ده، ابشر بتنزل السكينة، ابشر بغشيان الرحمة، ابشر بان تحفنا الملائكة، ابشر بان يذكرنا الله في من عنده. ليه؟ عشان الاجتماع هو ده نفس العمل، هو ده نفس العمل، ولكن الاجتماع انك تبقى وسط اخوانك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير ايه؟ اطمأن. اطمأن ايه؟ به، مش اطمأن بالله، اطمن بالدنيا. لما الدنيا بتيجي بيطمن، ودي مصيبة موجودة عند كثير من الاخوة والاخوات والشباب والبنات، انه ما يقدرش يعبد ربنا ودنيته فيها مشاكل، انه ما يعرفش ينطلق في الدين طول ما فيه في حياته ابتلاءات، طول ما عنده مشاكل ما يقدرش ياخد قرارات في الدين، ما يقدرش، يقولك مش قادر. لما المشكلة تتحل جيلك يا رب، لما الهموم اللي عندي تتحل والمشاكل اللي عندي في دنيتي تتحل، ابدأ انطلق في الدين يا رب. في ناس كده، فان اصابه خير اطمأن به، ينطلق في الدين واطمأن وخلاص، مطمئن والطريق ده حلو، ويلا من درس لدرس، ويلا من حفظ القرآن لجلسة تجويد، ويلا ليه؟ اطمأن به طول ما الدنيا بتاعته حلوة. طب لما الدنيا تنقلب، وان اصابته فتنة ايه؟ انقلب، انقلاب. اول ما الاخ يحصل له مشكلة انقلاب، اول ما الاخت تتجوز ويبقى معاها عيلين انقلاب. لا عاد ليلها هو ليلها بتاع امبارح، ولا عاد نهاره هو نهاره بتاع امبارح، ولا عاد احلامه هي احلامه بتاعت امبارح، ولا عاد نشاطه هو نشاطه بتاع امبارح. وان اصابته فتنة انقلب، انقلاب في كل حاجة. ده اللي كان بطل امبارح، ده اللي كان امبارح بيقول انا لازم اشتغل في الدعوة الى الله، دي اللي كانت امبارح كل احلامها انها تنصر دين ربنا. اول ما حصل مشاكل في الدنيا، في ناس كده معلقة دينها على دنيتها، معلقة ان هي تنطلق في الدين على شر، حللي مشاكل دنيتي يا رب وننطلق في الدين. انما ان اصابته فتنة، الفتنة دي لما تدخل الذهب النار عشان تعرف حتة الذهب دي اصلي ولا فالصه، لما تسيح تعرف هي ذهب ولا نحاس. ان اصابته فتنة لما ربنا يمتحنه، هو اخ اصلي ولا فالصه، هي انسانة مؤمنة ولا فالصه، هو ملتزم بجد ولا شكل التزام من بره وخلاص، قشرة التزام، التزام قشرة، مش التزام واخد الختم بتاع الاصلي، التزام قشرة وخلاص، التزام واخد قشرة من بره وخلاص. وان اصابته فتنة انقلب على ايه؟ على ايه؟ طب وباقي الايات ربنا يقولك انقلب على ايه؟ عقبي. امال هنا انقلب على وجهه ليه؟ اشمعنى ده على وجهه؟ انت عارف اللي داخل الباب بظهره ده داخل المسجد ووشه لفين؟ للدنيا. ده داخل باب المسجد بس داخل بظهره، وشه ناحية ايه؟ الدنيا. داخل عشان ياخد ايه؟ دنيا. داخل عشان ربنا يديله ايه؟ دنيا. مش بيفكر بقى في الجنة والدار الاخرة واول ليلة في القبر، واشوف النبي ازاي، واشرب من ايده عليه الصلاة والسلام ازاي، وانظر لوجه ازاي. قضاء دي مش قضايا خالص. هو داخل المسجد فاكر نفسه داخل مستشفى امراض نفسية. عشان كده ربنا يقول لك يعبد الله على ايه؟ حرف. حرف ده لفظ عسكري اصلا. انت مش داخل مستشفى امراض نفسية، انت مش داخل عشان تبقى سعيد، انت مش داخل عشان ربنا يديك فلوس ويبارك لك في صحتك ويبارك لك في دنيتك، انت داخل عشان تنجو، انت داخل عشان ترضي ربنا. واللي بيدخل الجيش مش بيعملوا له مستشفيات، انظف مستشفيات في مصر يتعالج فيها؟ واللي بيدخل الجيش مش بيعملوا لهم نوادي بتوع الشرطه والعسكريه؟ اه لسه جنبنا والنادي بتاع الشرطه. يبقى اللي بيدخل بيعملوا له، انما هو داخل ليه؟ جيش. يبقى انت لما هتدخل الطريق ده ربنا هيعمل لك، ولكن انت داخل ايه؟ جيش. انت داخل صاحب رسالة، انت داخل تنصر دين ربنا. وان اصابته فتنة انقلب على وجهه، على وجهه كانت وجهته الدنيا اصلا، فلما اتقلب على الدنيا
فلما جري تاني على الدنيا بقت على وجهي، لان دي كانت الوجه بتاعته. هو كان قاعد وسطنا وكل قضيته ايوه بقى انا جيت حضرت بقى ايه. اه يا رب هتعمل لي ايه في دنيتي بقى يا رب، هتحل لي ايه في مشاكلي بقى يا رب. يا ابني ماشي اطلب من ربنا، اليقين انك تعرف ان الدنيا بايد ربنا وتطلبها منه، ولكن اوعى يبقى نيتك الوحيده هي الدنيا. فين الاخره؟ فين رساله نصر الدين ربنا؟ وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. انت عايز تبقى كده؟ انت عايز بعد ما بقيت ملتزم الانقلاب ده يحصل في حياتك وتخسر كل حاجه؟ انت عايزه تبقى كده؟ ذلك هو الخسران البعيد. الخسران ده لما توقف شاب بره تقول له انت الخسران. عايزين نوقف كل الشباب والبنات اللي بيعصوا ربنا نقول لهم انت الخسران. بمنطق حسابات التجارية الخسران ده لفظ ايه يا جماعة؟ احنا قلنا على حرف لفظ عسكري، الخسران لفظ ايه؟ تجاري. ما شاء الله في ناس صاحية معايا، ايه لفظ تجاري. يعني ربنا بيقول له لو حسبناها بالدنيا طريق الدين هو اللي اربح، لو حسبناها بالدنيا انت الخسران في البعد عن ربنا. ذلك هو الخسران البعيد، ضياع والعياذ بالله. تعالى نعمل كشف حسابات خسائر كده. المدمن لما بيدخل مصحة بيعملوا له ورقة يقولوا له تعالى نحسب الخسائر اللي انت خسرتها في حياتك بسبب الادمان. انا عايز كل واحد عصى ربنا يحسب الخسائر اللي خسرها في حياته بسبب معصية ربنا سبحانه وتعالى. ذلك هو الخسران البعيد، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. يدعو، قال له هو ساب ربنا، كان بيدعي ربنا وبعد كده قال لك خلاص ربنا ما استجابليش بقى. قال لا، امال بيدعو غيره؟ ما هو انت هتدعو هتدعو، هتتذل هتتذل، لو ما وقفتش على باب ربنا هتقف على باب غيره. يدعو لمن؟ يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. لا بئس المولى ولا بئس العشير. يعني ايه لا بئس المولى ولا بئس العشير؟ قال لك المفسرين الكلمة ديت من كلام ذلك الرجل يوم القيامة لما يكتشف انه ضيع عمره في الباطل، لما يكتشف انه ضيع عمره وراء اوهام، يظل يصرخ يوم القيامة لبئس المولى ولا بئس العشير، هم اللي ضيعوني يا رب، ضيعتوني حياتي، ضيعتوني مصيري. يفضل يصرخ يوم القيامة لبئس المولى ولا بئس العشير. وكانت البداية ومن الناس من يعبد الله على حرف. اوعى تعبد ربنا على حرف، اوعى يبقى دينك متعلق، اوعى يبقى دينك مهزوز، اوعى تبقى واقف في الطرف، اوعى تعبد ربنا لوحدك، اوعى تفتكر انك انت ملتزم الوقت ونشيط في العبادة لوحدك يبقى تكمل. مش هتكمل يا ابني، واللي اثبت منك 100 مرة ما كملوش. اخ يعني اخ كان سبحان الله العظيم مع الاخوة في رمضان بيقول خرج ساب المسجد بيقولوا بالليل، مات وحقنة المخدرات في ايديه، مات وحقنة المخدرات في ايديه، سابهم مش قادر، عايز ارجع للضلال تاني، ساب المسجد هرب. انت لما هربت هتروح فين؟ مات وحقنة المخدرات في ايديه، مات وحقنة الهيروين في ايديه، مات وهو بيشرب مخدرات سوء خاتمه والعياذ بالله. ليه؟ خلاص انا مش قادر اصبر مع الناس دي. طول ما مع الناس دي انت في امان، هتخرج انت حر. هتخرج ليه؟ ما انت عارف بره في ايه. اوعى تعبد ربنا على حرف، اوعى تعبدي ربنا على حرف، اوعى تعزل نفسك، اوعى تسيب الشيطان يستفرد بيكي، اوعى اوعى تضيع نفسك يا اخواني في الله. ودي اخطر نقطة انا عايز اتكلم عنها النهاردة باذن الله في هذه الكلمة، بيئة الايمان. يا اخواننا النبي هاجر من مكة للمدينة عشان يعمل بيئة ايمان. بيئة الايمان، حتة اللحمة لما بتتحط في حلة مية بتغلي نص دقيقة وتتشال، وبعد كده نص دقيقة وتتشال، وبعد كده نص دقيقة وتتشال، عمرها ما تستوي، لازم تفضل محطوطة شوية عشان تستوي. انت جيت درس وبعد كده اتشلت من بيئة الايمان وخرجت الدنيا تاني، بعد اسبوع اما جه درس تاني اتشلت من بيئة الايمان وخرجت الدنيا تاني، بعد اسبوع عمرك ما تستوي. مش هتوصل. انت عايز يبقى عندك حضانة ايمانية تعيش فيها، انت عايز تفضل وسط اخوانك، تصحي بعض الفجر وتصحوا بعض لقيام الليل، وتتقابلوا في الدرس ده يوم الاربعاء والدرس ده يوم السبت والدرس ده يوم الجمعة، وتطلعوا معسكرات ايمانية مع بعض، وتقعدوا ليالي ايمانية مع بعض، وتشتغلوا في الدعوة مع بعض، وتطلبوا علم مع بعض. يا ابني انت عايز حياة دين. عشان كده من الايات الخطيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها، ربنا بيقول للنبي ايه؟ لسيدنا ابراهيم، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا، ها؟ وطهر بيتي لمين؟ للايه؟ طائفين. هما فين الطائفين دول يا رب؟ هو كان في ساعتها في طائفين؟ والعاكفين كمان؟ هما فين؟
يعني انت عارف مثلا مسجد فاضي الساعه 12 بالليل مثلا او مسجد في صحراء واقول لك ايه يلا بقى نظفه بقى عشان اللي هيجوا يصلوا واللي يجوا يقوموا الليل واللي هيجوا يعتكفوا. فانت قاعد تبص كده المسجد فاضي وفي صحراء فين؟ والركع السجود فين يا رب؟ مالكش دعوه فين؟ اعمل انت بس البيئه الاول، اعمل البيئه الطاهره، اعمل يا ابراهيم الحضانه الطاهره. والايه اللي بعدها على طول ايه؟ واذن في الناس بالحج. وبعد ما عملت البيئه الطاهره اخرج هات الناس بقى، اخرج هات الشباب بقى، اخرج قول للناس ييجوا بقى، هييجوا على حضانه ايمانيه، هييجوا على بيئه ساعتها. واذن في الناس بالحج ياتوك، اذن ياتوك. هتتعب هتاخد ساعتها، لما هتبذل مجهود هتاخد الثمره. انما طول يا جماعه ما فيش بيئه ايمانيه، الاخ يا عيني يدخل وبعد كده يرجع الحقوني، معاصي السر ضيعتني، وده الحقوني غض البصر مش عارف، وده الحقوني انا بنتكس، ودي الحقونا احنا مفتونين ليه؟ ما هو انت مش حاطط نفسك في بيئه ايمانيه، ما هو انت ما انتش عايز، ما احناش كلنا مش بنتكاتف عشان نعمل حضانه نعيش فيها. يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. 28 قناه توك شو قاعده تضيع الناس بقى، ويتبع كل شيطان ايه؟ مريد. ازاي الصحابه سبته في الواقع ده؟ ازاي الصحابه ثبتوا على الدعوه الى الله في واقع ربنا بيقول فيه يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا؟ السطو المسلح ده، السطو ده في اللغه لما جنين يموت في الرحم يدخلوا آلة يقطعوه حتت، يقطعوه ويخرجوه حته حته، عايزين يقطعهم اهل الدين حتت. طب الصحابه سبتوا في الواقع ده ازاي؟ الواقع انتوا فاكرين يا جماعه الصحابه واجهوا واقع عادي؟ ويتبع كل شيطان مريد. دلوقتي بتشوفوا بتوع التوك شو واحد منهم بتاع فكر كده ووجيه في الدنيا وفنان وبيعمل، وواحد منهم تلاقيه عامل نفسه مفكر، وواحده مش عارف. انتوا فاكرين ان الواقع ايام النبي ما كانش كده؟ النضر بن الحارث ده كان طبيب العرب، طبيب العرب من اطباء العرب، وكان سافر فارس وتعلم الموسيقى الفارسيه وتعلم الادب الفارسي، واول من ادخل الموسيقى الفارسيه في الاغاني العربيه النضر بن الحارث. يعني مين بقى في بتوع التوك شو دكتور وفنان وبيعمل اي حاجه؟ نفس النماذج بالظبط، مفيش فرق. نسخه تمرين مشهور. هي القضيه ان اهل الباطل هم اهل الباطل، بس هل اهل الحق وقتها هم اهل الحق دلوقتي؟ كان واقع صعب جدا. الوليد بن المغيره ده كان من قضاة العرب، مستشار، يعني مركز اجتماعي، وضع اجتماعي كبير جدا وغني جدا، وكان متدين جدا في الجاهليه، لدرجه انه كان محرم الخمر على نفسه وعلى اولاده في الجاهليه، لدرجه هذه الدرجه. ومع ذلك لما بعث النبي حرب وحرب شعواء، انا عايز اقول لكم ان النبي اتحارب والصحابه اتحاربوا حرب مهوله، كانوا هيثبتوا ازاي من غير بيئه الايمان؟ عشان كده يا اخواني في الله عايزين نعيش مع المعنى ده، عايزين نعيش مع معنى الرجوله في دين ربنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك من المؤمنين رجال، الرجاله دول صفاتهم ايه يا رب؟ اربع صفات. عايز تبقى راجل؟ ايوه، اربع صفات عشان تبقى راجل. واحد، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اثنين، فمنهم من قضى نحبه. ثلاثة، ومنهم من ينتظر. أربعة، وما بدلوا تبديلا. هو ده الراجل، هم دول الرجالة اللي بحقه حقيقي. أنت عايز تبقى راجل، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أنت عايز ربنا على إيه؟ أنت صدقت؟ الناس دي لما جه الامتحان صدقت، الناس دي لما خيرت من ربنا وروحها صدقت، أنت صدقت في إيه؟ انت لما جات امتحان الدنيا اخترت ربنا ولا اخترت الدنيا؟ انت لما خيرت ما بين الدنيا وما بين الدعوة الى الله اخترت الدنيا ولا اخترت الدعوة الى الله؟ انت صدقوا ما عاهدوا الله عليه، انت لسه زي ما انت، انت ما اتغيرتش. انت احلامك وانت طالب في الكلية هي نفس احلامك بعد ما اتخرجت؟ انت احلامك، القضايا اللي شغلك وانت عندك 20 سنة هتبقى نفس القضايا اللي شغلك وانت عندك 50 سنة بنفس الحماس؟ انت احلامك قبل ما تتجوز هي احلامك بعد ما تتجوز؟ انت اهتماماتك قبل الجواز هي اهتماماتك بعد الجواز؟ انت زي ما انت، وما بدلوا تبديلا. انت ما بتبدلش، انت زي ما انت، انت نفس الحماس اللي من 5 سنين كنت بتتكلم بيه عن السنة، ونمسك السواك بالايدين الشمال ولا اليمين، ونصلي الفجر اول ما الاذان يدن ولا ده الفجر لسه ما طلعش، نفس الحماس بتاع السنة. هي مكانت القضايا يعني، بس انا بتكلم على يعني نماذج. تلاقي اخ متحمس وبعد 5 سنين تقابله ما هوش ملتزم اصلا، ما هوش في الطريق اصلا. ليه بتنزل ليه؟ فمنهم من قضى نحبة، اي قضى عهدة. النحبة هنا العهد اللي عهد ربنا عليه، كان رقبته. انت عهدت ربنا على ايه؟
ده قدم لربنا دمه. انت قدمت لربنا ايه؟ انت مستعد تقدم لدين ربنا ايه؟ ومنهم من ينتظر، ينتظر ايه؟ ينتظر انه ياخد نحبه، ينتظر انه يموت في سبيل الله. لما كنا في العمره اللي فاتت عند احد استشعرت كده، والنبي عليه الصلاه والسلام رجع احد من غير حمزه ومن غير مصعب، ورجع بدر من غير سعد بن خيثمه، ورجع الاحزاب من غير سعد بن معاذ، وخرج من اول ايام الشعب من غير خديجه بنت خويلد، وخرج من المرحله الجهريه من غير سميه رضي الله عنهم اجمعين. طريق رهيب. وبعد كده قلت لا، ده انت بتبص لها من زاويه تانية خالص. ده ساعه غزوه بدر، سعد بن خيثمه، نعم، افراج. افراج ايه؟ السجن بتاع الدنيا ده هتطلع منه على الجنه يا سعد بن خيثمه. في احد حمزه بن عبد المطلب، افراج. مصعب بن عمير، افراج. سعد بن الربيع، افراج. عماره بن يزيد السكن، افراج. عبد الله بن جحش، افراج. انس بن النضر، افراج. كل دول افراج. يبقى اللي مات ده ومنهم من ينتظر انه ياخد افراج ويطلع الجنه، مستني. يبقى مش بيبصوا للموت ان هو مشكله، ده بيبص انه افراج. في الاحزاب سعد بن معاذ، افراج. وما بدلوا تبديلا. الكلمه دي يا جماعه وانا طالب في الكليه زمان كنت معتقد بحماس كده، وما بدلوا، مش هنبدل، ويا رب احنا على الطريق. اما مرت الايام وعرفت الدنيا وشفت مصايبها وشفت بلاويها وعرفت يعني ايه الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها. شوف الكلمه اللي بتفش غلك في الدنيا بس لما تعرفها، الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها. وتلاقي اقرب اخ حبيبك فجاه يموت في لحظه، وتلاقي فلان مش عارف عمل ايه، والهم الدنيا دي هم. ففهمت يعني ايه وما بدلوا تبديلا. صعب جدا ان انت حماسك وانت عندك 20 سنه للدعوه يبقى هو حماسك وانت عندك 50 سنه. اخوانا اللي بيكمل قليل جدا في طريق طالوت وجالوت، ان الله مبتليكم بنار. القرطبي قال لك هذا مثل للدنيا، كانوا 70,000 اللي شرب منه اللي فضل بعد ما عدى 314 واحد. يعني نسبة الثبات 314 على 70,000، يعني نسبة الثبات 5 في الألف. هي دي نسبة الثبات الفعلية في الطريق ده، 5 في الألف. الإخوة في الكلية وكله طالب في الكلية ما شاء الله 70,000. جيش طالوت خارج يا رجالة يحرر فلسطين، جيش طالوت هينسف العمالقة يا جماعة. وبعد كده بعد ما يتخرجهم سبحان الله ده يتجوز واحدة، يعني هما الاثنين يتلموا على بعض ويتحولوا لعبيد دنيا. هو كان ملتزم وكانت ملتزمة، بس الاثنين بذرة الدنيا طلعت فيهم، بعد كده يتحولوا لعبيد دنيا، وده ينتكس وده خلاص يروح يديب فريزر يشوف له عقد في حتة ما فيش بها بيت ايمان، يضيع بقى يقابلك بقى بعد 10 سنين بالكرش وايه، وفرحان بالعربية اللي هو جي بيها وماسك وفرحان بالرصيد اللي هو جي بيه. هو يا عيني بقى بينه وبين الدين يعني مسافات ومسافات. انا مش بقول ما تسافرش، انما ما تسافرش المكان ما فيش فيه بيئه ايمان. ما تشيلش نفسك من حله الماء اللي بتغلي وتحط نفسك في ديب فريزر، هتبوظ، هتضيع، انت حر. وما بدلوا تبديلا. انت حماسك للسنه وانت في الكليه زي بعد الكليه، قبل الجواز زي بعد الجواز، قبل الخلف زي بعد الخلف، وانت عندك 20 زي وانت عندك 30 زي وانت عندك 40 زي وانت عندك 50 زي، وانت بتموت وبتحتضر. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت وهو بيموت وبيوصي وشايل قضية التوحيد. الحماس الموت ما كسروش، ملائكة الموت ما كسروش، نزع الروح من جسمه وهو في الاحتضار. اذ حضر يعقوب الموت وهو في الاحتضار ما كسرتوش. وما بدلوا تبديلا. اخواني في الله، القضية ما هياش قضية بسيطة. قضية ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعبد الله على حرف. نفس الواقع الرهيب اللي الصحابة عاشوا فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام هو نفس الواقع اللي احنا عايشين فيه الوقت، نفس الحرب، نفس الاعلام القذر، نفس الحرب الشعواء، نفس جميع الاساليب اللي ممكن يتحارب بيها. ولكن القضية ان احنا مش فاهمين قيمة بيئة الايمان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، عازل نفسه، داخل الطريق ده عايز الدنيا بس. عشان كده اول ما بيحصل اي مشكلة دنيوية او داخل الطريق مش مستحمل، مش مستحمل ان الدنيا بتاعته تصاب، اول ما يحصله ابتلاء دنيوي انقلب على وجهه، يحصل انقلاب في حياته. اوعى تعزل نفسك عن اخوانك، اوعى تعزل نفسك عن الدروس. في النهاية المشهد النهائي بتاعك كان ايه؟ المشهد النهائي هو بيصرخ في ارض القيامة وهو قاعد يولول ويقول لبئس المولى ولا بئس العشير، لبئس المولى ولا بئس العشير.
قاعد يولول. والحقيقة سبحان الله العظيم مشاهد الآخرة في القرآن تزلزل القلب يعني، والواحد كده بيتدبر المشهد بتاع لا بئس المولى ولا بئس العشير يعني، وانت قاعد تتقلب تحاول تقلب كده من تفسير لتفسير يعني، انت بتقول ايه، ما يمكن مفسر هو اللي حمل المشهد ده ان هو بيصرخ يوم القيامة، تلاقي سبحان الله العظيم يعني المشهد فعلا مشهد راسخ عند اهل العلم ان الرجل ده بيصرخ يوم القيامة وبيندم. ساعتها قعدت افتكر مشاهد القيامة في القرآن، مشاهد الآخرة في القرآن، مشاهد رهيبة. ربنا يقول لك ربما يود الذين كفروا لو كانوا ايه، ايه اللحظة دي، اللحظة لحظة ما الجنة النار بيدخلها مسلمين وكفار، كفار محكوم عليهم بالجهنم خلود بلا موت والعياذ بالله، والمسلمين محكوم عليهم بايه، على حسب ذنوبهم احكام سنتين سجن سنة سجن، انما ده واخد مدى الحياة التاني، فكله بيتعذب. اللحظة اللي بيجي فيها افراج للمسلم العاصي، افراج، والتاني بيبص له ده هيخرج وانا مش هخرج. فربنا القرآن بيلتقط المشهد ده يقول لك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هيندم على الاسلام ساعتها ندم، هيندم انه ما دخلش الدين ده ساعتها ندم. مشاهد رهيبه يا جماعه، مشاهد يقشعر لها البدن. ربنا سبحانه وتعالى لما يجيب لك مشهد ها إنا أنذرناكم عذابا إيه قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. اللحظة ما هو يبعث الكلاب والحمير والحيوانات كلها بتبعث أصلا، وبعد كده ربنا بيقول لك كوني ترابا فتكون تراب لما ربنا يبتصر من بعضها. اللحظة اللي بيلاقي فيها الكلاب بتبقى تراب يقول لك يا ريتني كنت كلب، يا ريتني كنت بهيمة من البهائم، يا ريتني كنت حيوان من الحيوانات. اللحظات دي شوف لحظة اللي هم جايين يدخلوا النار وربنا يجيب لهم الأصنام اللي عبدوها يوقفها على باب النار ودول داخلين، ويقول لهم في آخر سورة الأنبياء لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كانوا دول آلهة كانوا النهاردة منعوكم انكم تدخلوا، كانوا دافعوا عنكم يتكربسوا في جهنم، وتقوم الآلهة داخلة نفس الزنازين معاهم، داخلة نفس الزنزانة معاهم. وربنا سبحانه وتعالى بيبقى عذاب رهيب، مش ده اللي انت عبدته، خليه يخرجك من هنا. مشاهد رهيبة زي مشهد فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، مشهد والكافر بيموت وبيجاهد المسلم وبيقاتل المسلم، والملائكة بسرعة بتقطع من النار لبس السجن بتاعه عشان تلبسه لبس السجن، وبعد كده يصبوا من فوق رؤوسهم الحميم، يقوم داخل على جهنم بلبس السجن يتحط في زنزانة ويتجاب الحميم زي الحمم البركانية المتفجرة، بركان يتكب عليه يصهر به ما في بطونهم والجلود، الحميم ينزل الحمم تنزل تصهر المخ وتصهر القلب وتصهر الكبد وتصهر الكلى وتصهر الامعاء وتخرج من الجلد، يبقى ثياب النار بتعذب الجلد من بره والحميم يدخل يعذب الجلد من جوه والاتنين يلتقوا عليه. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم مش عارفين يتنفسوا، الغم وعدم القدرة على التنفس والعياذ بالله مش عارف يتنفس، زي ما كانوا بيحبسوا المؤمنين كده في الدنيا 100 واحد في حتة كده مش عارف ياخد نفسه جزاء من جنس العمل، ولهم مقامع من حديد زي ما كان بيقمع اهل الحق يقول لك آلات القمع ووسائل القمع، وزي ما كان بيجلدهم المقامع صياط النار اللي بيعذب بها في جهنم جزاء من جنس العمل سبحان الله. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم يتسابهم لحد ما يقربوا من فوق جهنم اعيدوا فيها، عذاب التيئيس انه يتساب يظن انه هينجو وبعد كده تعالى يتيأس. وذوقوا عذاب الحريق، انتوا اللي كنتوا بتجربوا الحمم دلوقتي، الحمم البركانية بتاع جهنم، كنتوا بتجربوا الحميم بتاع جهنم، تعالوا بقى جربوا الحرايق بتاع جهنم، تعالوا جربوا بقى جهنم دي فيها ايه واصناف فيها ايه والمنو بتاعت اصناف العذاب فيها شكلها ايه. اخواني في الله، المقصد اللي انا عايز يعني ادور عليه الان، يعني الرسالة اللي انا عايز اوصلها لكم يا اخواني دلوقتي، ومن الاخوة من تعبد من يعبد الله على حرف، ان شاء الله بكرة في ليلة للنساء هتبقى ومن الاخوات من تعبد الله على حرف، لازم تفوقهم، لو ما فوقتش هتضيع والله العظيم، هتتكنس والله، هتترمج انت وانت 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 هتترمم كلنا من اولنا لاخرنا، اللي مش هيفوق لقيمة وهيفضل يجي اما يجي لي مزاج بقى اما اجي احضر الدرس ان شاء الله، اما يجي لي مزاج بقى ابقى اروح احفظ قران ان شاء الله، اما يجي لي مزاج بقى ابقى اشوف يا ابني هتضيع
خسر الدنيا والاخره ديت العاقبه بتاعه اللي بيعبد ربنا على حرف. اوعى تطرف نفسك، اوعى تعزل نفسك. عندك اهو يوم الاربعاء النهارده، ما ده درس الشيخ احمد جلال ربنا يحفظه، عامل ليله تربويه بيئه ايمان، وجايب لنا ناكل كمان. الراجل عامل لنا ايه يعني؟ يعني الراجل جايب لنا ناكل، بيقول مش شبراوي. انا ممكن طبعا، انا ظني في الشيخ احمد احسن من كده يعني. يعني ايه يعني؟ انا ظني ان شاء الله ان يعني ايه جنب الشبراوي في ايه؟ مش في مؤمن يا عم وكوك دور وكنتاكي و... اه صح ولا ايه؟ فانا ظني ان شاء الله باذن الله يعني ايه، ومش عايزين يعني يخيب ظننا في مسجد الصديق والشيخ احمد يعني امام مسجد الصديق وفي اهل مسجد الصديق، ان شاء الله باذن الله الشباب الجميل ده المؤمن العابد اللي تاكله عباده، اللي يا بخت اللي هياكله ويا بخت اللي هيشربه. يعني يعني ده انتوا اهل الله يا ابني، ده انتوا اواتوا الى الله يا اخي، ده اللي يطعمكم ده يبقى يعني بيعمل حاجه كبيره قوي. فنسال الله يعني، فان كان ولا بد فان الشبراوي ليس عنده فول وطعميه بس، وانما عنده ايضا من سائر الاصناف. فيعني الراجل هيعمل ايه يا جماعه؟ اهو ليله ايمانيه، والليله الايمانيه جايبين كمان بياكلونا يعني، يعني بيوعظونا وبياكلونا، وبعد الليله حاضر انا اسف، وبعد الليله الايمانيه المصاحف كنت انساها والله، وبعد الليله الايمانيه ادي بيت ايمان اهي، بالتاكيد هتلاقي فينا تحفيظ قران، بالتاكيد هتلاقي فينا دروس الشيخ محمد بيداوي مين، ادي بيئه ايه؟ عندنا يوم الجمعه في الجماعه الشرعيه بيئه ايمان ثانيه، فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. اما عملنا الورش العمل بعد درس الجمعه اللي فاتت في الجمعيه، الشباب كان بيبكي ليه؟ صحبه، هنصحي بعض الفجر بجد يا رجاله، احنا بجد ان شاء الله هيجي يوم هنبدا نرن على بعض في قيام الليل بجد، احنا بجد يا اخوانا بيئه ايمان يا جماعه. عايزين لما تلاقوا بيئة إمام بتتعمل هنا تجاوبوا يا جماعة، احضر عشان ما تضيعش، امسك في طوق النجاة اللي بيتحدف لك، انت ما انتش في رفاهية زي ما انت فاكر. اوعى تعبد ربنا على حرف. وزي ما بقول لكم تاني المعنى الخطير، ومن الناس من ايه؟ من يا ايه؟ يعبد الله. خد بالك يعني ربنا مش قال ومن الناس من ينافق على حرف، يعبد الله يا جماعة ده عابد، وبالمضارع المستمر كمان، يعني بيقعد جلسة الضحى كل يوم. يا اخوانا اوعى تفهم ان الآية بس على المعنى بتاع الزبزبة القلبية، ده معنى، في معنى تاني اللي مطرف نفسه، اللي واقف على الطرف. اوعى تقف على الطرف، اهتموا ببيئة الإيمان، اهتموا بان انت تزرع نفسك جوا بيئة الإيمان. قال تعالى الى الهدى ايه؟ ائتنا، مش الى الهدى، الى الهدى. يعني الهدى روح فين يعني؟ ائتنا يعني في بيئة ايمان، تعالى بيئة الايمان. لوحدكم ليه؟ عازلين نفسكم ليه؟ الدنيا شغلانة عن ايه؟ مشغولين بايه عن ايه؟ الاخت اول ما بتتجوز بتضيع ليه؟ ودينها بيفضل معلق لحد يعني اما تخلف وعيالها يكبروا ويدخلوا جامعة تبدأ ترجع تاني تقول بقى يا التزام ويا دعوة تاني ليه؟ ليه يا اخوانا مش قابضين على الجمر؟ ليه يا اخوانا مش ثابتين على ديننا؟ ليه يا اخوانا زاهدين في كتاب الله وزاهدين في الدعوه الى الله وزاهدين ان احنا نبقى جنود لله؟ التشكيل بتاع المره دي باذن الله سبحانه وتعالى، بس المره دي في هذه الكلمه على بيئه الايمان. اوعى تفضل على حرف ولا تضيع نفسك. مين ياخد المصحف ده؟ هيقولوا عم بي يعني بيظبط جاره الان. مين ياخد المصحف ده ويلتحق ببيئه الايمان؟ طب بيئة الإيمان إيه بقى؟ هتيجي درس الأربع ثابت خلاص؟ ودرس الجمعة يا سيدي يعني مش يعني مش يعني عشانك والله. خد بالك أنا عارفك دكتورة، خد. مين ياخد الدرس المصحف ده ويلتزم بحضور الدروس؟ درس دكتور عبد الرحمن الصاوي يوم السبت في الجامعة الشرعية، ودرس الشيخ احمد جلال يوم الاربع هنا، وما يتفرعون من اعمال. انت بتحضر؟ طب رافع ايدك ليه بقى؟ لا احنا عايزين زباين جداد. ما بتحضرش؟ الله اكبر. خد يلا يا عم، ايوه كده الناس الشمورت الحلوه دي، خد يلا رجاله، ده مصحف وكتايب اذكار كمان، حاجه ما حصلتش. مين يا جماعه؟ مش ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده عامل سبايكي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. طب استنى انا جاي لك. مين يا جماعه ياخد المصحف ويلتزم بدرس السبت في الجامعه الشرعيه دكتور عبد الرحمن الصاوي ودرس الاربع في الجامعه؟ عمرو انت مواظب؟ هتواظب، خد انت
لا حسب رجال. ها يلا رجاله السبت والاربع يا بلاش مصحف جميل و... بس يكون مش مواظب. مواظب انت مواظب؟ ما انا عايز واحد مش مواظب. انا عايز خد يلا انت مش مواظب خد يا عم يلا يلا جرى ولا بل هتاخد شاب البنفسجي ها هتاخد انت كمان طيب خد شاب البنفسجي واللي جنبه طيب عايزين بقى يعني ايه نتعصب لدرس الجمعه شويه يا جماعه مش هينفع كده صح دكتور عبد الرحمن الصوي شيخي وانا متلمز على ايده دكتور غريب رمضان يعني صح الشيخ احمد جلال راجل زي العسل ما شاء الله وكتب بالله يعني بس يعني ايه ها مين ياخد ده يلا رجاله لا هيختم المصحف وهيحفظ حسن المسلم هيختم المصحف ويحفظ حسن المسلم ما ده حسن المسلم اه يا حبيبي ده حياتك حسن المسلم ده الاذكار الاساسيه في الحياه اصلا يعني دي الحاجات اللي انت لا يعني ده حفظنا زيه في اول التزام مره وفضلنا عليه طول حياتنا خلاص يعني ما بتقراش الكتاب ده تاني الكتاب ده بيتحفظ اول التزامك ثم مدى حياتك انت ماشي عليه مخلوط عليه ها طب هاته بقى حسن المسلم و ما شاء الله ايوه الشاب الاحمر اللي ورا ده ايوه رجاله الناس اللي ورا ده ايه طب دلوقتي ما عادش حسن المسلم ثروه والله يا جماعه ها ياخده يحفظه ايه حسن المسلم خد بس اللي هياخده يحفظه خد اديهم الدهور وانت هتاخده خد يلا حبيب قلبي خد يا سلام بس هتحفظه ها سيب شعره بقى ما تكلموش في شعره دلوقتي راجل يا عم عيش شبابه شويه يا عم لسه راجل لسه ما بلغش سيبوه بس ان شاء الله ننصحه المره الجايه يعني عامل لي سبايكي وانت لسه في ابتدائي امال يا ابني لما يكبر هيعمل ايه؟ ادي المصيبه مين ياخد يا رجاله؟ ياخد خد يلا يا شباب ها جلال خد وانت كمان وانت هتاخده؟ هتاخده؟ مش انت خدت واحد؟ احنا فينا من الحركات دي ولا ايه؟ يلا هتاخده؟ طب هقول لك انت ليك حاجه بقى جميله قوي الشاب اللي ورا ده اهو كل ده بتاعك انت بس تقراه بقى عشان تنفع صاحبه يعني ربنا يحفظكم يا اخواني وربنا يبارك في الشيخ احمد جلال اللي كان السبب في هذه الليله الايمانيه الطيبه وربنا يبارك فيكم وربنا ينصر بكم الاسلام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك